رجعنا مع عبدالي. ولا جمهور ملا جمهور عندي خمسة وخميس عليكم جمهور. آخر جمهور آخر 2019 قبل ما نتعداو للبيست اوف متاع الأغاني والجو متاع أحسن مومو عديناها في الغناء وأحسن مومو أحسن سكتشوات. نحب نقول لكم كان تحبوا تربحوا كرهبة تربحوا حرف أ على 85-899 وأبعث أكثر من حرف باش توفر حظوظك. وتوا نتعداو للبيست اوف متاع 2019 من أعز مسار في الغناء والجو والحفالي وأحسن مسار في سكتشوات بيست اوف. يا دلي صورتك يا وردة لما الجنانة ترقوك لما الجنانة ترقوك وهبتك من عمري بموتك هبتك من عمري بموتك جرحتي دي تبعت الناس اللي نصور We'll be right back.
عيد ميلادي، عيد ميلاد فيسبوك. هاد كبيرهم الجماعة وصلوا. سي بون؟ انستغرام؟ وينك يا هملة يا فاق؟ يا شان عايز فريش تسلميش تسلميش بومران يا عيات. مبارتجاهنا تبارتجاهنتي هذي اينا شين عادة الكل يحفوني. اي برا 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 هاشتاك فيسبوك هاشتاك انيفرسير من على جبتك يا شان تويتر يا غالي مشتكي يا قول لك عيد ميلاد سعيد وان شاء الله كل عام وانت حبيب خير وان شاء الله ديما لطفش بيبكش هذا اسم الحلافين هذاك وفات له الحروف عند الحق 48 كاركتر وقال لهم سكت جيم 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 هاشتاج بيزاغ هاشتاج ما لا حالة بعد كل يوم جماعة وصل يوتيوب يا معلم هاك جيت صاحبي صاحبي هاك مش عاد بنت غالي ما تجيش صليب انت يوتيوب من وقتاش تنطن جوجل ولا يخليك تخرج وحدك تضيع على قدر في دار الناس في بالك في بالي المنار كذا في دارك ما تجيش وانت سامحني نتاع العري والقري وقله الحيه في الدنيا هذه بخلف مش تفهم منه انت وحتى حد ما يقص الكلام يا جيم 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 يا جماعه هي ما تعركوش امسحها في ميري ها ها اعطيني راكو في لاكو ها جيم على خير عاد فيسبوك لكن متسمي عليك انت الخنار الكل عندك شو بيحكي هكا قاعد تويتي كمان تويتي هاشتاج بقى هاشتاج مزمرني هاشتاج محلى جونا هاي نقصوا الجاتو هاي نقصوا الجاتو شبيك لاباس نوتيفيكاسيون تاع خبر عاجل تو هبط عاجل بوليل هاشتاج 94 هاشتاج ما مصطني سامحني فيسبوك اما الخبر اللي هبطته توا غلط هاشتاج انتوكس برجولين مادام اذا تويتر قالك راه خبر انتوكس برجولين انت معروف بالزلعات وزيد متسمي على الاشاعات شنو وات لا هذه هي في ركني ويعاركني معنا انا راني كيما شريت الانستغرام قادر نشريكم واحد واحد فيسبوك انا راه تاريخكم انا طلعت امراه هبطت امراه تاريخكم الكل عندي فردا فردا في الانستغرام في الماسنجر رد بالك انا تصورك عندي انت ريقت بحذا مرضي تبع في تصور سندس يا متاع سندس يا هامل يا فاز درخيص هندادك جيم 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 هيا شنو هذه لغه شريت انستغرام قوة فلوس يا اخي هي انت سرق لي شتر ستوريتي وفلتروتي الكل وتتمزى بهم على الميسنجر يا زياد هيا هاشتاج منعرف زينا توا لحظة كان قاعدين تحكيو على فلوس راهو انا الوحيد قاعد نخلص في العبيد في جورتي انا يعملوا في الفلوس لحظة كان ناخذ كوجي جمعة من زمان الفنانين تشوف فيها الكل ترجع تغني في السوحات سكتش هذايا سكتش هذايا ريتو كان مش مني انا الناس ما تفرجش فيها على الانترنت سامحوني ميسي با نورمال في العالم الكل بقدري كان في البد هذه مانيش فاهم علاش تويتر برا سمك سايبنا صاحبي امان تغرد علينا تغرد على روسا سايبنا امان نهار كامل تغرد علينا صاحبي انت حمامه النهضه تقضي خير منك صاحبي بو حوطه برجليه برجليه سمعنا تغريده على من جاو هن صحيت لحظه فيسبوك جرسون مقبلك عشان عفيه انت شنو الثقافه اللي تسيب فيها بخلف تطيح الاقدار في الكومنتات برسمك بخلف الميوعه نتاع الجروبات بتاع زوجي خذ بيدي وجروبات الهم وسخطيت البوتون تاع ديزلايك ما عندكش منها اصلا يا ديزلايك على الغادي خلينا نعملوا سيلفي ديزلايك هاشتاج نبزه في البوخ هاشتاج تفرك شكل القاعده يا جماعه تعركوا هنا لا ما تعركوش يا عيسى اسمع يا دي انتوكس الاخبار اللي قاعد تقول انا اليوتيوب ندخل في الفلوس انا كمان عيد ميلاد فيسبوك راني كبرت بيكم مستدعيكم يا شايطين ميساج ولا ميساج نوتيفيكاسيون ورا اختي وانا متلف العباد على خاطركم يا الله يلا يلا ينقصوا الجاتو قبل ما يبرد
الجاتو يا ولاد الحرام وما تستدعونيش لا خدمت وجاب منكم ربي يوتو 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 با وي بابا واللي تخرج وما تشاوش يوتو عيد ميلاد طفل صاحبنا فيسبوك وعيط لي باش نحط له الموسيقى في عيد ميلاده وانت عندك موسيقى بتاع عيد ميلادات يا يوتو ارجع اسكت عندك انت موسيقى بتاع عيد ميلادات ترى سمع هذا المعجون الاسنان نحي نشهر انا مافيا 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 انا مافيا 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 انا مافيا 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 هذه موسيقى بتاع عيد ميلاد برا غاد ما تحشموش هنا طلعوا عليكم 25 سنه غربه وتعب عليكم في البرد والشتاء باش اجيب لكم الاندرويد ثلاثه تقال اندرويد على البحر جراجات البلاي ستور يرتاح فيهم الخيال الله عليك كان مش مني انا جبت لكم التليفونات الاندرويد ايتيلي شارجيكم واحد مستحيل شوف انا ولا حكي الجوجل صحيح الجوجل كبيرنا واحنا البلتي مش على كبارها فهمت شوف جوجل كما قال فيسبوك الابليكاسيون اللي جايتك منها الريح ديزانس تليها وستريح جام انت بالذات تضم فمك الله يرحمك يا هو كان ما يفلت حتى عيد ميلاد ويستدعاني راجل ويستدعي الرجال هاكا عمك لمسان راقد في الرابط شيء مشكم رجال يوتو تيجي هنا مش هنا هنا فيسبوك في بالك اللي نام الجاي لعيد ميلادك مال علاه جيت الجوجل جيتك خاطب راغب في بنت الحرام انستغرام بنتك الولد ينزل قضايا يوتوب وربي يهديه ويوتوب عليه جام غرد تويتر بارتاج الورد على الشذبان الورد على الشذبان في قوات عليه لقوايان الورد على الشذبان في قوات عليه لقواي لما باش نسقي لما باش نسقي والصيف مازال طاه الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراحة في بالي مراحة شفتيك طاوية ونلقاها من يد ليا نلقاها من يد ليك يا بعيابا الوردة اللي نحكي عليها في بالي مراحة في بالي مراحة عالخلف لك شفتيك طاوية عالخلف لك شفتيك طاوية نلقاها من يد ليا Hey! 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 Hey!
وعشقت انه مع الاحباني جاني وعرفت جناني وعشقت انه مع الاحباني في بالي وعرفت جناني وعشقت انه مع الاحباني وردة مصعب نومانك وردة مصعب نومانك على قلبي اللي هواك بجد جاه من يدريد يا بابا وردة اللي راحت عليها في بالي مراحة في بالي مراحة عالخيف اللي شفتك تعويها عالخيف اللي شفتك تعويها أعزائنا المشاهدين مرحبا بكم في برنامج جديد الحلقة الأولى الحلقة جديدة من برنامج فكرة شكون خنفسركم فكرة البرنامج متاعنا احنا نبعدوا القريب ونطلقوا المعرس وربي يجيبنا في السويق البرنامج متاعنا ذايا نحب نقول لكم تجربة تتصلوا بنا على 33666 جزيز أو تبعثونا أو تنجموا تتصلوا بمقر القناة الشرقية الأولى المنطقة الصناعية للطائرات النفاثة والدبابات الروسية أنا مازلت داخل بعضي شوي في تونس ولا ليه وربي يجيبنا في الصواب نحب نقول لكم البرنامج متاعنا هذا باش نكون جعفر اللي عرفتوه جعفر البطل جعفر البكي باش نكون ضيف اليوم فريد من نوعه أقسم بشرف أقسم بالله العظيم أقسم بالله لا صديقي والله العظيم وراس ولادي عمره ما حضر في حتى بلاتو نستقبلوا بعضنا
نستخنوا بعضنا عبد الرزاق الشابي. يا رزوق يا رزوق يا رزوق يا رزوق برنامج هذا يا رزوق اش تعمل؟ سامحني يا جعفر تخلطت علي الامور هذاك الصلع نبوسها وصاحب صلعتك عدوك اقوى 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 اقعد اقعد اي اقعد رزوق لا ما نقعدش انا ديما واقف جعفر امان ودي اقعد هذا برنامج يا ودي شنو برنامج ورحمة بابا انا قعدت يا رزوق يا رزوق براسي هام براسي هام يشوف حلفني بالغالية صديقي رزوق انت علاش جيتنا اليوم تعبت انا جعفر تعبت ليه سمح اسمح الى نفسي صديقي باش نقولها لك قدام التوانسة الكل انت ما تعبتش انت ضعفت اي جعفر انا ضعفت ضعفت خاطرني نخمم انا مان فكلي برامجي فكلي لبستي فكلي الخلاع متاعي يا مان عرسك جعفر راني كل ما نحط دات متاع عرس باش نعرس نلقاه هو عرس في الدات هذيك يا مان جعفر رزوق صديق رزوق انت واعي اللي قاعد تحكي على علي خوك ملا علي تعص علي متاع شنو يا رزوقة انت واعي اللي تفرجوا فينا 20 مليون توسي قاعد تحكي على علي خوك ما هوش خويا ما هوش خويا ما هوش خويا يا جعفر فما اخوي يلبس كيف كيف هو اخوه ما نلبسوش قد قد لحظة بالله لحظة 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 عايشكم 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 مهم هذايا مهم عايشكم انا نحب نفهم حاجة باش نوضحوا للسادة المشاهدين انت على شنو قاعد تحكي بالضبط عطاي نحكي اذا اعزائي المشاهدين نستقبلوا مع بعضنا لؤلؤة البرامج التونسية نيفيا مواهب على السلم الروز بونبون تاع الوطنية والبيبيل تاع رملة لكن هذايا هذايا نعرفوه شكون بعد الفصل رمال شكون انت؟ انا الفاصل وين الببليسيتي؟ ما فهميش ببليسيتي برك صدربي بر برك صدربي مش من غادي من من بر برك صدربي بر عدنا بعد الفاصل نستخلوا ببعضنا اقسم بالله العظيم اقسم بشرفي السيد هذايا قال لي جعفر ما نجيش على خاطر كنت باش نجي وسيد هذايا والله العظيم عمره ما حتسيقه في حتى بلاتو نسقفوا مع بعضنا على الشابي مرحبا بكم في برنامج يا علي يا علي برنامج علي اوه جعفر سامحني خويا سامحني صحيت سامحني خويا صحيت يا فنان سامحني صحيت يا فنان اسمع ما تقوليش استدعتني خنفوسه ولا ناموسه لا 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 عند رل 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 عند رل رل بعد رل بعد رل على ميزي عاد علي علي انت تعرف لي انت صديقي يا فنان
مرحبا مرحبا، ولكن شكون صدعاني انا؟ ما صدعاني حد انا. ما عندكش فكره شكون صدعاني؟ ما عنديش فكره، انا رمله في الدار طيبه عصبه. قصي بالعصبه، ما صدعاني حد انا. يا فنان ما عندكش عائله؟ ما عنديش عائله، رمله طيبه لنا قصي بالعصبان وانا امور. يا فنان ما عندكش اخوه؟ اختي رمله، انا ما عنديش اخوات. نشوفوا مع بعضنا المؤشرات. نشوفوا المؤشرات. تعطينا المؤشر الاول زملائنا في الحافل. المؤشر الاول سي علي، العجله تدور واللي ماركي لول ادي يربح كيكا. سي علي شكون هذا؟ شنو هذا؟ شرب دوها بالغلط هذا. شنو هذا؟ ما قرب لك شيء المؤشر الاول. قرب لي لبعدني انا. نشوفوا مع بعضنا المؤشر الثاني. سي علي، العجل يجري على البقره والبقره تحلب في الثور. البقره تحلب في الثور. شو هذا؟ كوري بقره. ما قرب لك شيء مشاكل؟ لا لا ما قربش. ما عندي. اعزائي المشاهدين، بحكم اللي الضيوف نتاعي بروفيسيونيل، اقسم بشرفي عنصر المفاجاه باش نطيروا انا وعلى مسؤوليتي صديقي. انا باش نحل عليكم الستار ويا داخل بين الطول والطول والدهينه يا خارج بالمستيك. زايد كلامي اللي ما سمعوش، زايد صراخي اللي ما يحسوش. خويا رزوقة ما تبكينيش. ما نحبش نبكي، راني انا في برامج ما نبكيش. مش كيفك مكاي يا خويا رزوقة. مانيش خو يا الميكرو تاع هذه ظروف المباشرة. مانيش خوك، رجعني الخلعة الحمراء. تو هكا تو نحن عاملين برنامج نستقبلوا فيه مشاكل الناس وما نحلوا مشاكلهم، وانت جاي تفضح فيا على مريول. مشيت لتركيا وجبت لك زوز مراول، واحد بالدونتيل من هنا. هكا تو رزوقة هكا تفضح فيا. عندي فينا معلومة تقول جبت له كيف كيف انت ورمل. ايه يلبسوا قد قدو. برسي ميمتكم، برسي ميمتكم. احنا قاعدين القعدة عائلية. والله لحظة. اسمعني، انا يعرفوني التوانسة الكل تلقائي. انا تلقائي والله. هذه باش نخفف لكم مخاكم، اقسم بالله العظيم. خلينا قاعدين والله العظيم، اقسم بشرفي. الكاس هذاك شربت منه العزوز. سيكون لها شأن ومانيش سايبها لين نموت. العساس خلص لي الخلعه، وعم شاكر نتاع اللي زاد بيتي خلص لي الكري تاعي. باش نقول لجعفر بكي باش نبكي. شنو هذا؟ شنو هذا؟ باش نبكي. لا البكيه نتاعك مزيفه انت. يزي يا فنان. يزي انت يا فنان. وانا هو الفنان اللي جيت هنا. مش معقول هذا. شكون عنده اكثر واحد فيكم في الدومين؟ انا شكون؟ بالنسبه لي انا عندي 30 سنه نشط، والجمهور يعرف والجمهور عارف. وانت قداش عندك نشط؟ 50 سنه في الدومين. هذا هي عليه يا ولدي. هذا هو المباشر. سامعوا شوف، هذا فكنا برنامجنا ولازمنا نحليو عليه. ويا احنا اخوات وما يدور حتى شيء. فكنا البرامج يا يعني علي، احنا اولاد الشابي. مش تحبوا يردونا مجرمة؟ عندي الحل. لا انا فوشيك. لا فوشيك. لا لا فوشيك. راني فوشيك. لا علي فوشيك. فوشيك علي. في بلاد الهنون وتحبوك تكح وتبس، مجتمع بدور ويكذب اكثر من اللي يتنفس، يظلموك ويدور ويطمنوا عليك يخوروا، تحارب على حقك تمشي في العبس. كينا تظلموا تونس نقلبوها، حومة ما يمشيش معنا الكبس، كانك عربتي ينامبوها، عدي على حقي شد الحبس. فلاقة ولابس النار وموصل للمشوار، في وسط صحراء تحصى قلبي عامل فيها اعصار. تونس مش كيما في الاخبار، بلاد ودمار. يما تسكت على حقك والا تتسمى كلوشار، في مالها هاني كلوشار مع اللي يحب يطيح لك طر. حبار قلبي بالنار يهبط عليك المطر، تتشك البولار تدخل لزون الاخطر. قلبي شفر الجزار شعب وماي خاجر، وتحوم عربي ايش فيه لي اكبر مني داري. اما كي طيح لك طر ويجيب هالروح ومرات يديني شويه مباكي، هم ضحك الناس علي. في بلاصة تلوموني لوموا اللي جبت ساقي، سبوني انا واللي ربوني.
جاوبتهم ولت لي قضية ورحمة الغالي مش كي يعدموني وما نسلمش في حق وديا في دهد الولون وبتحبوك تروح والقبس مجتمع بدور ويكذب أكثر من بيت نفس يظلموك ويدور ويطمنوا عليك يغور وتحارب على حقك تمشي في العفس كانت ظلموا تونس يقلبوها حومة ما يمشيش معنا الكبس كانك عرفتي ينعبوها عبي على حقك جد الحبس تونس بلاد القانون والاقوى قانون واصح يا تعيش راجل تشبع سجون ولا صباح تبس طفح دولتك تفش على وريبات دولت مثلية دولة العريا لازم معاهم قلة الحياة روحوا يطلبوها والصح كتير دي تستفزكم قلمي ديما مهرسكم كي ما قدرتوش علينا حضرتونا في تلافزكم يا اخي شديت نبزكم هنتلكم تونس كلها شاهدة كيفاش بساقي عفسكم تعذبكم علاجي دولتكم خليتها كيما مامي بلدي تلاجي نزل فوق راسي تاجي نحارب فيكم مكاجي ونوض عصوي حي النار كي شديت اخواجي في تونس يا ما تعيش مذبوح ولا ترسكي في بابور اللوح يا بلادي قومك بكل وضوح كيما القوم الابرز ثاني للبشر سيدنا نوح في بلاد الهلول وبتحبوك تكح والتبس مجتمع ودور ويكذب اكثر من بيت نفس يظلموك ويدور ويطمنوا عليك يغور وتحارب على حقك تمشي في العفس كانت ظلموا تونس لقلبوها حومة ما يمشيش معنا الكبس كانك عرفتي ينعبوها عادي على حقك شد الحبس محكمة واخر عايش ولدي قاضي أنا قاضي زعتوتة القضية 460 هو مجدي السميري هذا وينو؟ ما جاش سيد الرئيس القضية 40-70 الحبس للرجال شلون؟ شلون؟ مريك يا وكافون هذا وينو؟ قلع ورقد سيد الرئيس ورقد نقولوا ورقد القضية 18600 620 سيد الرئيس يا هو باقي 20,000 هذا مش نمره قضية وينو؟ ما جاش سيد الرئيس ما جاش سيد الرئيس محكمة عايش بنتي عايش بنتي في حنة محكمة هادي راو عايشك هذه 20 دينار في خاطر مجلة الالتزامات والعقود وهذه 20 دينار ثانية في خاطر الدستور وفي خاطر القوانين المهجورة وعلى رأسها والجلس يا حنانة يا حنانة عايشكم سيد الرئيس المحامي عبد الرؤوف الرت حاضر على الموكل شكون الرت؟ أقول هو أمر سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات السادة المستشارين دعني قبل أن أبدأ المرافعة يا سيادة الرئيس أن أحيد قليلاً عن العربية الفصحى لأقول اهشوم يا سيد الرئيس اهشوم يا سيد الرئيس ما هذا الوقت دعني أخبرك أنني اليوم خائف على مستقبل أبنائي أصبحنا نعيش في فترة فيه الجمال يحقر والفتيات الحسنوات يمرن مرور الكيراني في محطة الباساج ولا يزفر عليها أحد وتبور الفتاة عروحها في ليه سيد الرئيس انظر يا سيادة الرئيس تمعن أيها الشاوش انظروا معاني. إلى هذا الملاك الطاهر يهو يهو الطاهر هذا دعني يا سيادة الرئيس
أنا علم كانت بزنس اليوم فقد رونقه. صحيح بابا. دعنا نستحضر تلك الكلمات التي كنا نرددها وأنت مثلاً كنت ترددها من قبيل يا حوتة جبن نمريغوتا أو المقولة الشهيرة ما اسمك وما احلى جسمك إلخ إلخ إلخ. وشكراً سيد الرئيس. صحيت ولدي. نستمع للريغوتا عفواً. نستمع للحوتة عفواً. نستمع للشاكية. شاكرة معا. تفضل يا شاكية. سيد الرئيس. حضرات المصطفى شيرين. إني وحدانية في حياتي. خارجة نصر مريرة في الصباح ومريرة في العشية. وقت اللي سبولي شهرية ما فيها شيء يظلي. وهذا الوغد الشرير هبت علي. هبت عليك احترم روحك. هبت عليك مدرية. شخص سيد الرئيس 16 غرزة ونقعد شريفة. هبت عليك سخطة. لا سيد الرئيس هبت علي شبيكو. احترم روحك احترم روحك. محكمتي منقحة أنا. إيه؟ ما نقولوش فيها كلام العيب. كلام العيب. ولكن قاضي أنا. سيد الرئيس راهو قال لي أختي. مانيش أخته أنا. لا تبكي إليزابيث. سيد الرئيس. سوف ننطت الخير ونشق الرحالة إلى تروادة. يا إليزابيث. لكن لا أنت صباتي الأحمر معي. تفضل ولدي تفضل. سيد الرئيس. إخي دولة ذيك باش نبزنسها أنا. أنت تبزنسها هيكي. لا. قاضي أنا قاضي. سيدي الرئيس. أنا رئيس. وبعد أن أتممت ذخيرة كلماتي واستمعت إلى مدلة بهم وكيلتي أرجو منكم وأنا لا أشك ولو لحظة في وقار عدالتكم أن تسلطوا أشد عقوبة على هذا الجرذ الذي استخسر كلمة بس في موكلتي بالنفي بالنفي إلى منفذ زرقون ليكون عبرة لمن يعتبرها. وشكرا سيد الرئيس. قاضي زعتوتة سيتكلم. نعجبك في العربية. حكمت المحكمة. قالي وين قفلوا سيد الرئيس. شنو سيد الرئيس احكيوا علينا رمضو. مال علينا وانا نازل من الليموزيني. ليموزيني ضربوني بشمروه في الفيراج. هيك تشوف سيد الرئيس وانا عند الحماس صب في دينار لايت فهمت باش بالسبع انستغرام نحاولني منهم الانستغرام لا فهمت. ضربت سيد الرئيس جيبوا لي طلعني الحبس سيد الرئيس. الحبس اقعد عايش ولدي. هذا الحبس سيد الرئيس اقعد عايش ولدي. ولا لغزر لي سيد الرئيس لم ينظر الي ولا باش اطرق. ظاهر ظاهر ولد عائله. ظاهر ولد عائله وتحشم. حمكت المحكمه حضوريا. حكمت المحكمه سيد الرئيس. حمكت المحكمة حضورياً بالتقبيل حتى الموت والبوس مدى الحياة. مدى الحياة. البوس مدى الحياة. يحيى العدل. يحيى العدل. مدى الحياة. طا طا. يحيى العدل. علي صوتك للغناء. علي صوتك بالغناء. ومعهم علي صوتك ومعهم. أنسى الأغاني ممكنة ممكنة. علي صوتك علي صوتك بالغناء. مس الأغاني ممكنة ممكنة. كان الدوما
تراكت هنا يا وليلي تثنينا يا لالالي ويانا برنص على ظهرها ويا لالالي ويانا برنص على ظهرها وبرنص على ظهرها وقال لي ما تفكيش كل واحد وظهرها ويا لالالي ويانا والعشرة كتونا يا ويا وليلي تتلاتة يا لالالي ويانا هاو ذبحوا لك باشا ويا لالالي ويانا هاو ذبحوا لك باشا ويا وذبحوا لك باشا هو بات متعيشي وانا نباتي بلاشا ويا لالالي ويانا والعشرة كتونا يا ويا وخاتم صبعي ويا لالالي ويانا في هزوز قلوبا ويا لالالي ويانا في هزوز قلوبا وفي هزوز قلوبا يا والأول ظهري والثاني المكتوبة ويا لالالي ويانا والعشرة كتهونا وسمعت الزغريتا يا لالالي ويانا هاو قالوا عرسا ويا لالالي ويانا هاو قالوا عرسا ويا وقالوا عرسا فلت الكس من ايدي ويا وطاحت هرسا ويا لالالي ويانا والعشرة كتونا يا ليلة الخميسة يا لالالي ويانا جاني الصبع ومحنية يا لالالي ويانا جاني الصبع ومحنية جاني الصبع ومحنية وقال لي ما تبكيش انطلقها ونولي ويا لالالي يانا والعشرة كتونا يا وريتا مرة يا لالالي ويانا وجدت العين في العين يا ويا لالالي ويانا جت العين في العين جت العين في العين يا يا ونقعد بايرة ولزواجي الهانة يا ويا لالالي يانا والعشرة كتونا يا وعلاش ويا لالالي ويانا وعلى قاش نلوم ويا لالالي يانا وعلى قاش نلوم وعلى قاش نلوم يا محلى العشرة ويا لو كان انتوما يا لالالي يانا والعشرة 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 إن شاء الله الدوما يا حاجة ما إيه؟ يا حاجة عايش يحكي عليك يحكي علي أيوان علينا هذا شفت جرائرك تجيب فيا باش تسمعنا الكلام
هذا كان مزيان والله نجيب له فؤاد ودي ما يقسموا في زوز هاك ها شدنا رجعنا 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 الواحد مخروقته نمرته طال رجعنا يا كان يعطول البرنامج ما تشوف في الضرب ما نحطه في بلاصتها هو حتى المري ايه نشد بلاصتك المسموعه بيا ايه الهي خير مني ذاك نهار كامل ويا بدك شكل من ربي ليه ايه نشد بلاصتها نولي نعمل لكم البوز ايه ونعمل لكم صوابع فاطمه ونعمل لكم حتى صوابعك العبد كان باش نمشوا في الريتم هذا لازمنا خطة هي. الخطة الأولى لازمنا ننفخوا ونقدوا ونكبسوا ونفشوا ونرخوا هي. هي. ونعملوا 50-50 انستغرام جرام جرام ونشروا كونتنس انستغرام وعملوا له فولو ونبدوا تصويرنا بالجونيلات يبدو كالشوابين يتراضحوا طايحين نشد ساعدك نشد من شلغيبة خايتي انت شد البرنامج هي. ونايا نحب نولي كرومينيكوس في البوليتيك يا كبيرة اي اي روبريك استنى نعمل روبريك اكا محمد بوغلاب خير مني كانك على ايات انا جمعي وو ونعي وو وو دانو خادي كم تمشي بوليتيك امشي وحدك انا ما نمشيش الله لا تحبوهم البوليتيك ما لقولوا امين معايا برا لا تربحهم امين الله لا يفرحهم امين يا ربي الرام كل بسكليات العجلة خالت على اختها الرام كل فكرون لا تلعنوا مش عارلح وكل مظهر امين الرام كل فتيرة واحدة في الزيت والاخرى في حيرة امين يا ربي اكاو يزوس كتيزي ما ادعمش وبيه خايتي انتي مش ديت عليهم انتي هيت كتيرهم خايتي هاو مازالي قحرن يسكت يسكت تعرفيش كيفاش يا بناويت اللي خايفه تروح اللي خايفه تروح اللي والله ما ندورها غناء لهنا غنى تدوري بحزامك وربي قد ايامك وراح ننام قدامك احنا ندوري دوري دوري خرج عليها يا امين يا امين يا حاجه يا حاجه خرج سوا توا يا حاجه صنعوا من برا عايش عايش امي عايش خلينا نخدم على رواحنا محليك الكبير عوض وخا وخا جاتني طير الصليل شبه الغرام قاتلي يا عمري نعيدوا ليام قاتلي يا عمري نعيدوا ليام يا قلت له ما القدايش والدن وصعيد عربك ما تبغينيش تكذبي عليا عربك ما تبغينيش تكذبي عليا ايوا بالضحكة جاوبات قالت لي أنا ليك يا ولفي وانت لي يا بالضحكة جاوبات قالت لي أنا ليك يا ولفي وانت لي من اللي ضحكات أنا يا ضحكت بيا قلت لها جوجي وزهات الدنيا قلت لها جوجي وزهات الدنيا يا جاتني في الصليل شبه الغرام قالت لي يا عمري نعيدوا ليام قالت لي يا عمري نعيدوا ليام أيوة
ماشي هي الحقيقة والخيال لابس بيها راح الليل شاصباح ماشي هي بالحقيقة والخيال لابس بيها يا ربي ننساها والهي مطور يا العلي نهواها هو العشق جنون يا العلي نهواها هو العشق جنون يا جاتني بين الصليل شبها الغرام قالت لي يا عمري نعيدوا الايام قالت لي يا عمري نعيدوا الايام يا قلت لا ما نقدرش ودن وصعيب عارفك ما تبغينيش تكذبي عليا عارفك ما تبغينيش تكذبي عليا رأسها يا جدع ايوه قول ناس ديما ناس جزائر وناس مروك الحبايب ديما طوعني يا عشقي ودير النيع تايا ما تنسانيش اجيلي يا طوعني يا عشقي ودير النيع تايا ما تنسانيش اجيلي يا كيف نجيك وانت يا ضحكتي عليا واخا نبغيك ما نهناش من هاد الكيا واخا نبغيك ما نهناش من هاد الكيا يا جاتني في نص الليل جابها الغرام قالت لي يا عمري نعيدوا الايام قالت لي يا عمري نعيدوا الايام شكرا عبد الرؤوف الرد استاذ دريد فلت شنو احوالك رد بالك مانيش خارج من هناك بعدم سماع دعوه كل حاجه في بلاصتها عدم سماع دعوه انا كان ما جاتش قضيه راي عام راني بعث لك استاجير نتاعي انا القضايا هذو ما يشدوش في يدي غلوه راهو بقلبك تحط اختار بقلبي نحطو 50 50 يلا 50 50 شد ارفد غادي اسمعني انت القاضي صعطوته وينه غرى من يسمع في القضية وشاف الحظمة قدام المحكمة ونهار كامل راك شفاك التواليت ديجا شميت الريحة سمعتك 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 محكمة انا قاضي صعطوته ما خاف من حد سمعتك انا قاضي قضية الكاتريل احترام قضية الكاتريل وبوميه موجودين سيد الرئيس وين الكاتريل؟ هاي الكاتريل سيد الرئيس احترام وين وين بوميه؟ بوميه سيد الرئيس بوميه عليزي بوميه عليزي بوميه عليزي بوميه عليزي بوميه صباحني سيد الرئيس قلبي طوعني مخي عرضني صار بيناتهم شي شعر تونس ليس صديقتي احترام 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 كارتاج حطيتي بالنور نفس النور ما بنعملها ليش تونس ليس صديقتك سيد الرئيس سباريك مني ما تكسبهاش هناك لاي ابو الغضب اذا قلت كفات بردنا تسدوا مع لابيني بالحكومة مع لابيني بالحكومة سيد الرئيس مع لابيني بالحكومة تعمل يا حتينا أثناء زعتون أنا قاضي زعتون قاضي ذاتي احترام بريء سيد الرئيس احترام تفضل بنتي علاش كتبيه عزاتو تي اللي عملها سيد الرئيس زعتو تي اسمعي هذا كان مازال هذا كان مازاليش الشعر اللي يعمل فيه سيد الرئيس ما تفهموش سبين ولا فيش قاعد يقول سيد الرئيس كيف اخوتك سيبانيك من انتك تقول ابو الغضب كيف تبدا تعمل واحد هذا هو هذا هو ثانيا سيد الرئيس عطيتو عمليه حسابيه قلت له 1887 تنحي منهم 1903 تعرف شقالي سيد الرئيس تاريخ تعرف شقالي سيد الرئيس
قالي الحديد يزيد سيد الرئيس. شنو هو؟ الحديد ما يزيدش هو. يزيد سيد الرئيس الحديد مش بدو كان الغدار، الحديد مانيش الغدار، عندي بول. أما تلاقي أبو الغضب أليزي بوماي أليزي بوماي. سيد الرئيس سيد الرئيس سيد الرئيس حضرات المستشارين، أنا امرأة وحدانية وهيمة وهيترة على وجه الأرض. قلت له من وين شرى الحبيب بورقيبة؟ تعرف شنو قال لي سيد الرئيس؟ قال لي ما فميش سيد الرئيس. ما فميش سيد الرئيس، فما سيد الرئيس عندك اهو. سيد الرئيس يا سيد الرئيس يا بومية. سيد لسيد يا حبيبي بورقيبة الغالي. شو يا اخي الزيارة؟ محكمة هوني محكمتي. صافي. وجيت انا ما سبيتوش سيد الرئيس، مش صحيح يكذب. انا ما سبيتوش سيد الرئيس، سبتني وبالاماره في ستوري سيد الرئيس. ستوري الانستغرام لي الانستغرام نتاعي بيراتهولي ليكس نتاعي باهي يا اخي ليكس تعرف الطب تعمل تخافيك دوغان. انا ما تعملش ما تبيراتيش فيسبوك والانستغرام. مش طبيب سيد الرئيس. ما ولك انت طبيب هذي ليه؟ شكون ليكس نتاعك؟ احمد ولا سيرف؟ والله ما نتفكر سيد الرئيس، شوف مع المحامي نتاعي. احترام. سفلت هكا تفضل الاستاذ فلت. سيد الرئيس سيد الرئيس انا رئيس. ان هذه القضيه لا تمس موكلتي السيده كاترال الشابه المناضله في شخص ذاتها فقط، وانما تمس كل النساء التونسيات. سيد الرئيس هذه القضية ضرب للتراث التونسي. وي. إن هذه المرأة هي أنيسة القرن الواحد والعشرون. ولا أشك أن حن بعل يذرف دموعه بقبره وحيدا سيد الرئيس. وأيضا هي الزازية الهلالية، هي السيدة المنوبية، هي البرجيبية الحدثية، وكذلك هي أمك حورية والكمونية والسلاطة المشوية. وهي 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 الأخ وعدة الأخات. لذلك ولهذا سيد الرئيس طالب بتوقيع وتسليط أشد عقوبة على ذلك المجرم الفاسق الزنديق. ويوزع نار 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 يا حبيبي نار. يا بومي يا جبين، المرأة التونسية اللي تهين. ستوب جدو ستوب انتي ارجع مكانك كرونيكاز. انا هوني انت شنو نحب؟ انا كرونيكاز يا بنتي. محكمة انا قاضي بزاتت، انا قاضي زاتوتا قاضي كرونيكاز. صحيبني تبعتي مكنتي ابوك صحيبني جعفر ولا لطفي. انا قاضي. صلي على النبي صلي على النبي. والله مانيش كيبيك ونحي عليك. تشكي بزاتوتا سي زعتوتا. ما ايش نحي لك الحزام؟ تشكي بزاتوتا تشكي بزاتوتا قاضي تشكي. انا قاضي مانيش نشكيو فيك قاضي. وانتي باش نشكي فيك؟ وانتي يا العبد اللي زاد باش نشكي بيك؟ وانتي يا شريف السيوده باش نعاود نشكي بيك زاد مره اخرى؟ ارجع مكانك. والله ما نحيلك. ارجع مكانك يا استاذ. ارجع مكانك يا سي سعتوت. راهي محكمه محامين وقضاه ما يخرجش علينا هالروايق كمان. باش نغادر باش نشكي بسعتوت. حتى حد نشكي بسعتوته نشكي بيك. تفضل سيدي سي بوميه. زيد تفضل سيد الرئيس. بوماي سيد الرئيس اللي هو. تفضل سيدي. انا وحدي عامل 500 فيو على الاغنيه نتاعك. ربي فضلك سيد الرئيس. مش محامي في سيادتك باش نعرف محتوى زفت القضيه الزعتوتيه. احترم اسماعيلتي. سيدي نسمع فيك سيد الرئيس. انت قلت في الاغنيه نتاعك بصريح العباره مرا كبيره في البلاتويت ترمشي. شو تقصد بترمشي؟ سيد الرئيس نقصد في صاحبتي الليكس بتاعي خلصت نعمل معها في قهوة رمشت الواحد نركمتها. سيد الرئيس نركمته؟ نركمتها عمف ضد المرأة نركمها؟ ليه يا سيد الرئيس نركمها بغنية ما ضربتش المرأة. أنا نموت على المرأة سيد الرئيس. أرجع مكانك. طيب عندك في في كلمة أخرى تقولها بصميح العبارة؟ قزوردي سيد الرئيس. أنا برش كنت ناخذ في 18 في التربيه التشكيليه ونموت على الوان المائيه خاصه القزوردي سيد الرئيس. نعشق حزمه قزوردي سيد الرئيس. احسن صحيح بومي صحيح. احترم. عندك يا سيد قضيه في الثلب. لا الثلب لانها سرت خويا ادخل سرت. هاي هاي عن اي ثلب انت تتحدثون؟
وعن أي أخلاق تتحدثون؟ سأستشهد بما قالته الأديبة نجلاء التونسية عندما قالت لا يخبش لا يدبش من برا ما يقدش من داخل ما يحبش. هل غاضي بدل لاجي؟ بالعكس بالعكس، بل قال لها أنا مش مريقل وأنتي مش مريقلة. هل نسيتم جميعا عندما قالها يوسف الشاهد علنا في مهرجان كارتاج أورورو أورورو؟ هذا بالنسبة للثلبة، ما بالنسبة للأخلاق الحميدة. سأستشهد بابني عواطف عندما قال أنا ولد عواطف قهر قلوب البنات، شوفوا محلى شعري ومحلى العضلات. هل دخل السجن؟ لا لا. هل دخلت نرمين صفر على أغنيتها شق ودق وتو وتو إن شاء الله ما عندك شي سو؟ لا لا. لماذا إذن كل هؤلاء طلقاء صرحاء وموكلي البومية يقف وراء القضبان؟ أرجوكم 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 سلطوا على هذه هاي أشد عقوبة. وشكرا سيد رئيس، وشكرا سيد رئيس. نرمين صفر صغيرة وشيبة اشكي بيها، حتى نرمين صفار باش نشكي بها صغيرة وشابة. سيد الرئيس احترام لا خطفنا لا عملنا الأحرام، ما يحبوش الاحترام. سيد الرئيس الاحترام احترمني. قررنا نحن وانا انت يشاوش انا وحدي قررنا نحن انا قاضي قررنا قررنا نحن 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 على هذه القضية البدية الفشية. أقنعوني الزوز، لذلك أستاذ الرت كان تفضل قدامي هوني. هاي تفضل أستاذ. سأحكم بالعدل. سفلت هكا متأكد؟ تفضل. سوف أحكم بالعدل، سوف تفعلون كلاشن بناتكم. وسيبدأ أستاذ فلت هكا اسمك سفلت باش يبدأ. تفضل. كلاش. يو 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 يو، من فلت ما تفلتش، جايبها لي فنان تكلاشي في السيستام، سيبت القضية واللي تعمل في أفلام. اسمعني يا فنان، انت فرخ لوبان، المرأة ما تتمسش، المرأة ما تتمسش، وإذا تنفخت ما تتفشش. تفتلي أليسي. يو 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 يو، تفتلي في القانون؟ تفتلي في القانون؟ من أين لك هذا؟ انت فرخ مجنون وعصرة متاع بوماضة. احترام. برد جاوب سي الرت. اوكي الرت ذو مايك زعتوتا ديديكاس يا ثبتوا عيلتوا على انستغرام. شنو تحب يقول لك؟ بالله قول لي يا مدام، جابتها مثقفة انستغراموز، واش تحب مشاكل؟ ايش تعشق بوز؟ تغرط على بورقيبة وعلى التوريفيل، راك عملت الريحة تقول بدون جافيل. اليزي بوماي الرت غلب فلت، اليزي بوماي الرت غلب فلت، اليزي بوماي الرت غلب فلت، اليزي فلت غلب الرت. أمان يزي أمان فلت غلب الرد. احترام. أمان يزي أمان فلت غلب الرد. فلت هذه احترام. فلتت عايشكم. فلتت عايشكم. حمكت المحكمة حضوريا. حكمت المحكمة سيد الرئيس. حمكت سي 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 بوميه. بوميه سيد الرئيس. تفضل بحذية عايشك. تفضل امشي امشي ما تخافش ما تخافش. لا لا تفضل هوني. أول مرة سأحكم بروح القانون ليس بالقانون. ستر الله ستر الله ستر الله. أنت أول حاجة سامحوا بوسوا بعضكم. مشوني مشوني محكمتي منقحة. أنا محكمتي منقحة. مشوني تبوس هالبرة. ستر الله سيد الرئيس. ما عادش تتطاول على المرأة. المرأة هي زعتوتة الكبيرة الصغيرة مزعتتيت. أمي مرأة زعتوتة مرأة. ربي يفضلهم. أحسنت. لالا أنت نقص مشكيات، نعملك محكمة باسمك. نار نار باش تشكي بحواجبك. احترم روحك. أعطينا بنتي تحبك زعتوتة صغيرة. ربي يخليك سيد الرئيس. سمعنا حاجة نبدلوا بها هكا. في أسكت في أسكت. أليزي مع الدنيا خذنا سيرة، عشنا سيونة بين الضيبة، وإحنا في الموسيقى مع بعض صوتنا محتل كل بيقة. الراب غرام ليس قيطة، ما عملناهوش بتما، إذا تيجي الكوميرسيال ومن بعد أرجع له انترقى. شوفي غدوة خير من تكبر في سير. تحرير ما اخترتش
مش نحب دليل خوك مانيش كلمة شهير. كما تشوفوا كانوا أذومة من أحلى لقطات ومن البيست أوف متاع 2019. توا نخرجوا فاصل ثم نعود.